ومن منطقة المعامل في المنصورة رصدت كاميرا الأخبار عودة الصناعيين لتفقد منشآتهم وانتشار الوحدات الشرطية لحمايتها. أنا موجود في منطقة المنصورة وهذه القرية تعتبر من القرى الاستراتيجية. البارحة ليلا سيطر على المنصورة، اليوم أصحاب المعامل بقلب المنصورة. شو معملك هون؟ نحن معمل برشل للصناعة الدوائية. شلون الوضع؟ والله الحمد لله رب العالمين، جينا والأمور بخير، ما في أي مشاكل. هذا معمل أدوية هون؟ معمل أدوية برشد. نعم وضع تمام؟ الحمد لله بألف خير. فورا دخلتوا جهاز خلتوا؟ فورا دخلنا من على الحاجز برفقة الشباب لوصلنا على المعمل. الله محيي الجيش والله يعطيهم العافية، سلم إيديكم. الحمد لله رجعت شريان الاقتصاد للوطن يرجع يشتغل. قديش لكم موقفين؟ صرنا 8 سنين. في شيء عرقلات؟ في شيء كذا؟ لا لا تسهيلات؟ لا لا الحمد لله الله يعطيه العافية، كل التسهيلات مع الجيش يعني دخلنا لهوني. أمور كلها تمام؟ تمام الحمد لله. بدنا نأقلع؟ إن شاء الله يا رب. قريبا جدا. شعوركم اليوم وأنتوا عم تدخلوا على المعمل؟ فرحة كبيرة، فرحة كبيرة ما بتعوض والله. والله ما بتخيم يعني الفرحة اللي نحن فيها. الله الحمد لله رب العالمين. طمنونا كيف الوضع؟ الحمد لله من الله الحمد لله. يعني امبارحة تحررت اليوم دخلنا الحمد لله رب العالمين. شو بدك تقول؟ دي الله يسلم الجيش العربي السوري بس. يعني ناقص شيء رايح شيء؟ لا لا الحمد لله لا كله تمام. الحمد لله الحمد لله كله تمام. كله تمام ان شاء الله يومين اخر ان شاء الله بنشغل وبنقول يا الله ابدا ان شاء الله وتعالى. الله محييكم على تيسير الله. يلا يعطيكم العافيه. هناك انتشار لقوى الأمن الداخلي في منطقة المنصورة في مناطق المعامل، كذلك الأمر على أوتوستراد عام حلب دمشق. كل هذه المناطق الآن منذ البارحة وحتى اليوم وعشرات العناصر التابعين لوزارة الداخلية قوى الأمن الداخلي قيادة شرطة محافظة حلب المهام الخاصة انتشروا في كل المناطق من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأصحاب المعامل.